السلام عليكم، معكم حمزة من ميزولايت. نعطيكم بروبلم رقم 7 تاع بروجكت اولر. قال لك by listing the first 6 prime numbers we can see that the 6th prime number is 13. دونك شنو راهم يقول لك هنا؟ يقول لك زعما الى نجيبو زعما الاعداد الاوليه لي سي برومي تاعهم، السادس العدد الاولي السادس هو 13. كل قال العدد الاولي اللي يجي في هذه المرتبه. دونك هذه بيان سور ما غاديش ديرها، غاديش ديرها مانيوال، مو غادي تجيب ورقه تقعد تشكل. ف دونك نصنعو بروغرام، غادي نستعملو كود كتبناه في وقلا بروبليم 3. وهذا الكود سموه اس برايم نمبر. هاد الفونكسيون شنو غادي يدير؟ كي تعطيه زعما تعطيه عدد في البارامتر، غادي يقول لك الا عدد اولي ولا لا. ياك دونك شنو نبداو؟ نبداو ب انت كاونت. الكاونت لازم ندير اندكس، ندير اندكس و عندنا سوليسيون. ياك سوليسيون بريس، غادي نبداو سيزيام بلاس، السوليسيون تاعها 13. ياك و من بعد اش نديرو؟ نديرو وايل لوب، نقولو وايل اندكس اصغر من العدد اللي بغاونا نحوسو عليه. ياك اش نديرو؟ السوليسيون كل خطرة نزيدو لها زوج. وعلاه؟ كنا العدد الزوجية كان غير العدد 2 اللي عدد اولي. ياك من بعد نشوفو الى كسمو الى السوليسيون عدد زوجي ولا لا. الى راه عدد زوجي اندكس نزيدو له واحد. ياك غادي كسمو، غادي هو يقعد يحوس على كسمو حتى الاندكس يوصل 10000. وهنا افيشيو لا سوليسيون، نشوف واش تعطينا. تعطينا هذا الرقم، هذيك هو قال لا سوليسيون. غادي تلاحظوا باللي كاين بزاف كود في بروجيكت اولر هذا، نجم تعاود تستعملهم. دونك من الافضل تولي تكتب دي فونكسيون كيما هكا، دي فونكسيون اوتيل، باش زعما كي توصل بروغرام واحد اخر تنجم تكون فونكسيون هذاك تكوبيه وتستعمله ديريكت. جيت بارك عجبتكم هذه الحلقه قصيره، ولكن هذيك هي الى الحلقه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم.